فيك طول لي بعمرك. طيب في البداية خلني أول شيء أصبح على السادة المشاهدين الكرام، صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية. طبعا عندنا متسابق طويل لازم يغطي الكاميرا 6000 مرة، قلنا إذا لازم توفر على الكاميرا عشان إحنا نبين، لكن هو مصر إنه يوقف قدام الكاميرا، لكن مع الوقت إن شاء الله إذا هو كمل معنا البرنامج راح يفهم، لكن إذا طلع من التصفيات إن شاء الله العبرة تكون عند أخويا. حقيقة شيء كبير البداية اليوم، ودخولية كانت للأمانة غير متوقعة، يعني في البداية ما كنت أتوقع أنكم بهذا الأداء، لكن الأداء هذا حلو، وأنا أخاف من الأداء الحلو لأنه غالباً يكون في البدايات، فدائماً أقول لك البدايات تكذب النهايات. في فقرة ويش العلم راح اليوم راح كل يوم نستضيف شخصين وسولف معهم وندردش معهم. اليوم جاء على نايف رفيدي وضاري ضيوفي في هذه الفقرة، وإن شاء الله راح أكون معكم خلال الأيام الجاية مع بداية البرنامج في فقرة النقد. فقرة النقد راح نحاول أن احنا نوجهكم نقومكم في هذا المجال بشكل كبير، نتكلم عن أعمالكم وننقل لكم صورة الجمهور، ما في أي أمور شخصية بيننا وبينكم أبداً، كل شيء راح يكون في المسار الصحيح معي أنا وأكيد الزملاء اللي راح يشاركوني في تقديم هذه الحلقة. في البداية مع ضاري، ضاري مساك الله بالخير. بالنور والرضا العالي.